ما بدأتي تعومي من وانتي عندك كام سنة؟ لا بصي، انا ما اقدرش احدد، لان انا كنت انا من هنا صغيرة، من وانا عندي 7 سنين كنت انا بحب المياه جدا. اوكي. طبعا في سفرية طبعا من صيف انا واهلي وكده، فكنا بنروح شرم الشيخ. دي كانت اول مصيف. اوكي. المهم انا بنزل البحر مع بابايا، وساعات بنزل مع اخواتي، هما بيبقوا عايزين يرتاحوا بقى كده على جازلانج. وانت عاوزه تفضلي موجوده في المايه. عشان كده فانا من وراهم بقى كده بتسحب وبنزل. يا حبيبتي، يعني كل ما يزيد ماما بتقول لا، يعني عشان ما نخافش عليها لازم تتعلم سباحه. وفعلا ماما كانت اكتشفت ده فيا، ان انا بحب السباحه. وفعلا من وانا عندي 8 سنين ابتديت التدريب اللي بجد بقى، واخدت بطولات كتيره جدا. طب اول بطوله اخدتيها ايه تفتكري؟ لان اكيد من عدد الميداليات انت نسيتي. فاول بطوله اخدتيها، اول ميداليه اخدتيها ايه؟ لا بصي، انا اخدت بطولات كتيره جدا. اخدت في الاتحاد وفي وفي الاولمبياد وفي الاولمبيه، في حاجات كتيره جدا. طب ايه اكتر حاجه كنت بتحسيها صعبه عليكي ومش قادره تعمليها، ولا ما فيش اي حاجه كانت بتبقى صعبه عليكي؟ هي في فعلا كان في فعلا حاجات صعبه، بس انا اتحديتها، يعني قلت لا ده مش صعب عليا. برافو عليكي. كانت ماما واخواتك وباباكي جنبك بيقولوا لك انت ما تقدريش ان انت تبقي ضعيفه، لازم تبقي اقوى من كده، ولا انت كنت من نفسك حاسه ان انا عاوزه اثبت للناس كلها ان انا اقدر اعمل كل حاجه؟ انا كنت حاسه ده من الاول، ان انا اقدر وان انا احدي الصعب ده. ومع ذلك برضو ماما وقفت جنبي، قالت لي انت قويه وانت هتقدري. وبابا واخواتي، طبعا دلوقتي اخواتي بيكملوا ماجستير بره في النمسا. اوكي. فماما فاضيالك. قاعده فاضيالك ماما. مش ماما فاضيالي، لا ماما بتساعدني. اوكي. يعني ماما بتساعدني، يعني بتقولي لا انت اقوى من كده، انت يعني بتحمسني. برافو. وده شيء اللي يجيب لي في ماما الصراحه. يا حبيبتي، يعني ده انا اتمنى اشوف بنتي يوم من الايام زيك، تصدقي بعد الكلمتين اللي قالتهم دول انا هعيط، انا نفسي بنتي تقول الكلمتين دولت.